ولاية ميلا المجاهدة التي سجلت حضورها بأحرف من ذهب في سجل المقاومة والثورة ضد الاستعمار، إذ شاركت في انتفاضة 8 مايو 1945 التي اندلعت بولاية سطيف وفي قالمة وخراطة، وشاركت في هجوم الشمال القسنطيني كجزء أصيل من الشمال القسنطيني يوم 20 أوت 1955، وشاركت في المظاهرات الخالدة 11 ديسمبر 1960 1961، والتي عمت أغلب دشور وبلديات وأحياء ومدن الولاية. مسقط رأس الشيخ العباس بن الشيخ الحسين، عالم من علماء الجزائر الذي كلفه الإمام ابن باديس رحمة الله عليه. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.